أزول فلون أحلى سوسيترز في الكون، أتمنى أن تكونوا بخير. ننتقل إلى الخبر. تريسي تشابمان تفوز بدعوى قضائية ضد نيكي ميناج. فازت المغنية وكاتبة الأغاني تريسي تشابمان بقضيتها ضد نجمة الهيب هوب نيكي ميناج بسبب مزاعم تشابمان بأن ميناج أخذت عملها دون إذن. وفقاً للوثائق المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة المركزية بولاية كاليفورنيا، قبلت تشابمان عرض ميناج بالحكم في القضية وستتلقى 450 ألف دولار من ميناج نتيجة لذلك، والاثنان تتجنبان الخضوع للمحاكمة. لمن لا يعرف القضية سأختصرها، لقد سبق وأن تحدثنا عنها قبل 3 سنوات. رفعت تشابمان دعوى قضائية في أكتوبر 2018 قائلة إن أغنية ميناج سوري بالتعاون مع ناز استخدمت كل من الكلمات واللحن الصوتي لأغنية تشابمان والتي بعنوان Baby Can I Hold You والتي صدرت عام 1988. وفقا لدعوة تشابمان، أرسل فريق ميناج طلبا رسميا في يوليو 2018 لاستخدام أغنية تشابمان، مشيرا إلى أن ميناج كانت تنوي إقحام عمل تشابمان، أي إعادة تسجيل لحن الأغنية وكلماتها، ورفض ممثلو دار النشر تشابمان الطلب بعد أيام. ووفقا للدعوة، تعتقد تشابمان أن ميناج سجلت بالفعل أغنية سوري قبل تقديم الطلب إليها. قالت تشابمان في ملفها الأصلي إن ممثلي ميناج على ما يبدو كانوا على دراية بالفعل بأن تشابمان قد لا ترغب في الموافقة على الترتيب حتى قبل إرسال الطلب الرسمي. قبل أسابيع في نهاية شهر يونيو، أرسلت شركة تخليص موسيقى تدعى DMG إلى ممثلي تشابمان مذكرة استكشافية زعمت أن فنانة قائمة أرادت استخدام Baby Can I Hold You وتسأل عما إذا كانت تشابمان تظل في وضع غير رسمي لا تقوم بأخذ عينات من القائمة أو تحريفها. وفي تغريدة تم حذفها منذ ذلك الحين في نهاية يوليو 2018، كتبت ميناج أنها لا تملك أي دليل على أن أغنيتها استخدمت عمل الأسطورة تشابمان، وسألت معجبيها هل أحتفظ بتاريخ الإصدار الخاص بي وأفقد الأغنية أم لا؟ آخ أنا ممزقة أريد مساعدة. وبشكل منفصل غردت أيضا إلى تشابمان تطلب منها الموافقة. في النهاية لم يتم تضمين أغنية سوري في ألبوم نيكي ميناج كوين الذي تم إصداره بعد أقل من شهر من طلبها الرسمي لاستخدام مادة تشابمان، وتسربت أغنية ميناج على أي حال. وأصبحت نيكي ميناج ملزمة بدفع المال لتشابمان بعدما ربحت القضية. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب، نحبكم.